Good afternoon, everyone. مساء الخير لكم جميعا. الحاضرون هنا أو المنضمون إلينا أونلاين، نرحب بكم في اليوم الحادي عشر لبرنامج الإثراء الشتوي 2023. آمل أن تكونوا جميعا تستمتعون وتستفيدون بالمحاضرات وورش العمل التي قدمت حتى اليوم. وحيث أننا نقترب من نهاية هذا البرنامج، فحتى اللحظة الأخيرة يوجد لدينا محاضرة رائعة فيرجى أن تتابعوها. اليوم لدينا محاضرة مميزة من الدكتورة مها المزيني، ستتحدث عن أبحاث فيروس نقص المناعة HIV والإيدز في المملكة العربية السعودية وأثر ذلك. ستكون هذه المحاضرة لمدة ساعة واحدة، نصف ساعة للمحاضرة والخمسة عشر دقيقة التي تليها للأسئلة. سيكون هناك ترجمة باللغة العربية لهذه المحاضرة، فالمهتمين منكم للاستماع لهذه المحاضرة باللغة العربية يرجى أن تأخذوا أجهزة الترجمة من خارج القاعة، ونذكركم أن تعيدوها بعد نهاية الجلسة. أمل أن تكونوا قد استمتعتم بحديث صوفيا غوميز حول الغوص الحر بالأمس، وأذكركم أنه اليوم الساعة الرابعة خارج هذه القاعة سيكون لدينا حوار مفتوح معها. وكذلك لاحقا اليوم فريال أوزيل ستتحدث إلينا اليوم من الساعة الخامسة والنصف إلى السادسة والنصف حول الثقوب السوداء وحدود العلم. حديث اليوم سيدار من قبل دانا السليمان، والتي حصلت على جائزة MIT للمخترعين الصغار تحت 35 عاما، وهي أستاذ مساعد لعلوم المواد والهندسة الحيوية هنا في كاوستا، فنرحب بها. مرحبا بكم جميعا، ونرحب بأولئك المنضمين إلينا شخصيا والمنضمين أونلاين. يشرفني أن أكون معكم اليوم وأن أقدم المتحدثة الدكتورة مها المزيني. الدكتورة مها هي مديرة قسم الأبحاث للأشخاص منخفضي المناعة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومن اليوم رقيت كعالمة أولى أو كعالم أول، فنهنئها على هذه الترقية. نحن أنا والدكتورة مها درسنا الدكتورة في الأمراض المعدية وفي كلية في الإمبريال كوليج في لندن، ومن ثم قامت بأبحاثها ما بعد الدكتورة في مستشفى ماساراند وجامعة هارفارد. منذ أن عادت إلى المملكة العربية السعودية كانت نشطة في مجالها، وأطلقت برنامج الأبحاث الخاص بنقص المناعة هنا في المملكة، وتركز على المرضى منخفضي المناعة بما في ذلك الإيدز والHIV والميرس والكوف والمرضى المتلقين لأعضاء مزروعة. هي مستشارة أيضا لبرنامج الإيدز الوطني، وهي كذلك بروفيسورة أو مدرسة في جامعة الملك سعود. وإقرارا بإنجازاتها الكبرى في هذا المجال، حصلت الدكتورة مها على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة لوريال لليونسكو للمرأة في العلوم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والجائزة الذهبية للإنجازات في العلوم، والجائزة المرأة في العلوم من جامعة الأميرة نورة في 2022 وغير ذلك. وهي نشطة للتوعية بالـ HIV والإيدز. نحن متشوقون لمحاضرتها، ونرحب بالدكتورة مها المزيني. مساء الخير لكم جميعا، وشكرا لحضوركم هذه المحاضرة، وشكرا لك دانا لهذه المقدمة اللطيفة. أريد أن أبدأ بداية أشكر اللجنة المنظمة لهذه الدعوة. أنا متحمسة جدا أن أكون جزءا من هذا البرنامج في هذا العام. عندما أخبروني عن هذا الموضوع وهو الإيدز الحافة، فكرت في أن أعرض عليكم رحلة أبحاث الHIV والإيدز في المملكة العربية السعودية، ونرى ما هي التحديات وما هي الأبحاث التي قمنا بها حتى الآن وأثر ذلك على الممارسات الطبية وعلى اقتصاد المملكة.
أريد أن أعرض عليكم ما قامت به المملكة حتى الآن في الماضي وفي الحاضر، وما هو مطلوب في المستقبل من أجل أن ننهي هذا الوباء بحلول 2030، وهو هدف الأمم المتحدة. ولهذه الغاية نريدكم أن تتعرفوا أكثر على الفيروس والمرض أكثر، ونريد مساعدتكم لإنهاء هذا الوباء. فبداية نبدأ ببعض المصطلحات من أجل أن نفهمها أولاً. ما هو الـ HIV؟ HIV نقصد بها فيروس نقص المناعة البشرية، وهو فيروس يهاجم النظام المناعي ومن ثم يتدهور النظام المناعي في الجسم ويصبح أكثر عرضة للأمراض والعدوى والسرطان كذلك. والإيدز ليس هو الفيروس وإنما هو المرض الذي ينشأ عن الفيروس ويرمز إلى متلازمة نقص المناعة المكتسبة، ومن خلال اسمه ترون أنه مكتسب، فذلك يتطلب انتقال الفيروس إلى داخل الخلايا وإلى الجسم ومن ثم يتدهور الجهاز المناعي تبعا لذلك. إذن بداية قبل أن نتحدث عن الأبحاث وأنشطة الأبحاث التي تجري في المملكة، أريد أن أعرض عليكم بعض المعلومات العامة لكي تكونوا واعين بها. الشيء الأول هو انتشار الـ HIV، هذا الفيروس. الـ HIV والأمراض المرتبطة به تعد من المشاكل العالمية الصحية الكبرى، ويقدر من خلال آخر تقرير من برنامج الإيدز للأمم المتحدة أن هناك حوالي 38 مليون شخص مصابون بالإيدز، و 1.5 مليون منهم أصيبوا بالعدوى خلال السنة الماضية 2022، وهذه مشكلة صحية كبيرة في العالم وفي المنطقة وعلى الأخص في منطقة الخليج. لماذا؟ لأنه ليس لدينا أي إحصائيات أو شفافية حيال هذا الأمر في المنطقة، فنحن بحاجة إلى القيام بتحليلات إضافية حول هذا الأمر. الشيء الآخر الذي أردت أن أعرضه عليكم من أجل أن تفهموا الجوانب البحثية لما نقوم به، هناك نوعان من الفيروسات المعروفة حتى الآن اللي هي الـ HIV التي هي الـ HIV1 الذي سبب الوباء في 1982، وهذا هو الذي يسبب الإيدز هذا الفيروس. بعد 3 سنوات تم اكتشاف HIV2، وما هو فريد حول هذا الفيروس الثاني HIV2 أنه مقصور على بعض دول أفريقيا في غرب أفريقيا فقط. والشيء الهام أيضا كذلك حول هذا الفيروس الثاني HIV2 أنه أقل عدوى ومعدلات الانتقال فيه أقل بكثير، فالأشخاص المصابين بالفيروس الثاني لا يعرفون حتى أنهم مصابين به في بعض الأحيان، وذلك أدى إلى طرح العديد من الأسئلة في مجتمع البحث الخاص بالـ HIV. هل سيكون، ما هي الأسباب ولماذا؟ وكيف أنه الفيروس الثاني HIV2 ضعيف داخل الخلية ويبقى داخل الخلية؟ فأريد منكم أن تبقوا هذا السؤال في أذهانكم، ومن ثم سأعرض عليكم إجابة محتملة لهذا السؤال. عندما ننظر إلى الجينوم الفيروس لنوعي الفيروس HIV1 و HIV2، هناك جين يسمى VPX، وهل سيكون هذا هو السبب؟ هذا الجين هو السبب في لأنه الاختلاف فيما بينهم، هذا الجين VPX. أردت أن أعرض عليكم بعض الإجابات التي ربما تكون إجابة لهذا السؤال. ما هي أسباب الـ HIV والإيدز وما هو أثره على المجتمع؟ نحن نعرف وأنتم تعرفون أنه الـ HIV ينقل من خلال الدم الملوث ومنتجات الدم، الأنشطة الجنسية والحقن الملوثة، وكلها لها أثر كبير وأثر فوري على الأسر طبعا في المجتمع، وبشكل خاص الأسر يكون له أثر. النساء والفتيات من أكثر الفئات عرضة، من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الـ HIV، وفي الحقيقة أنه نصف المصابين بالإيدز هم من النساء، فيجب أن نكون واعين بذلك للوقاية من العدوى. التبعات والآثار طويلة الأجل لعدوى الـ HIV لها أثر كبير على المجتمع وعلى الاقتصاد،
غير ذلك. فأحد أعمدة الرؤية 2030 هي جودة الحياة والوقاية من هذه العدوى والأمراض، هذا شيء مهم في الرؤية. إذن كيف نتمكن من مكافحة هذا المرض وكيف نفوز بالمعركة ضد هذا المرض؟ هذه الجوانب الخمسة مهمة: الوعي والتمويل للأبحاث والإبداع والابتكار، ومن ثم التدخلات. ومجددا ما سأركز عليه هو هذين الجانبين فقط، لأنه أنا وفريقي معنيين بهما. ينبغي أن تعرفون أنه عندما نريد أن تقوم بأبحاث متعلقة بالـ HIV هناك تحديان رئيسيًا. أولاً تطوير لقاح، لأننا نريد أن نطور لقاحاً مثل كوفيد للحيلولة دون الجائحة. قمنا بتطوير لقاحات، فنحاول أن نوجد أولاً لقاحات للـ HIV أو علاج له. حتى الآن لدينا أدوية أو علاجات فيروسية تحافظ أو تحاصر الفيروس ولكنها لا تنهي في الجسم. لكن نحن في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية نريد أن نشارك في هذه الجهود العالمية من أجل أن ننهي هذا الوباء، فلذلك علينا أن نقوم بالأبحاث في هذا الصدد. ما الذي يحدث في المملكة العربية السعودية قبل 2012 قبل أن أعود من الولايات المتحدة؟ تخصصي هو الأبحاث في الأشخاص منخفضي المناعة، فالـ HIV يعد من المسببات لإضعاف المناعة. فأنا كنت أعمل على الأعضاء المزروعة وشاهدت مرضى HIV في العيادة ونظرت في أبحاث الـ HIV في الجانب المتعلق بأبحاث الـ HIV ووجدت القليل فقط من الأبحاث التي تمت على الـ HIV في المملكة، وكلها تتعلق بالانتشار الوبائي وتقارير دراسات تقارير معينة. فلم يكن هناك دراسات واسعة النطاق أولاً، وثانياً لم نعرف ما هو نوع الفيروس المنتشر في المجتمع وما هو التفاعل المناعي مع هذا الفيروس في المرضى. فذلك دفعني إلى أن أبدأ بالأبحاث، برنامج الأبحاث في الأشخاص منخفضي المناعة. وأحد أعمدة هذا البرنامج هو دراسة الـ HIV في المرضى منخفضي المناعة. الفريق في بداية هذه العملية كنا شخصين فقط، والآن نحن مجموعة كبيرة. لدينا العديد من الطلاب الخريجين الذين يعملون معنا، وأؤكد لكم أنه الوضع صعب ودقيق، لأنه الكل يريد أن يعمل على مشاريع نقل الأعضاء وليس الـ HIV، لأنهم يخافون من الإصابة بالعدوى من الـ HIV في المختبر. فكان علينا أن نوعي الناس وأن نضع ملصقات حول المختبرات والأروقة نوضح فيها كيف ينتقل الـ HIV. وطبعا هناك شعور بالوصمة والعار عند الحديث عن الـ HIV، فهي تحديات، ولكن صدقوني أنه الأمر يستحق العناء. عندما يكون لديك منتج من المختبر ينقذ حياة الناس فالأمر يستحق العناء. إذن من أجل أن نتمكن من بدء الأبحاث المتعلقة بالـ HIV والإيدز في المملكة، أردنا أن نعرف أولاً ما هو نوع الفيروس الموجود في المرضى هنا. طبعاً لم نستطيع أن ننفذ ذلك على المستوى الوطني، وإنما كان علينا أن نركز في مؤسستنا. فقمنا بمراجعة قاعدة البيانات للـ HIV، وهذا أحد أول المنتجات. الشيء الهام أننا وجدنا أنه هناك مجموعة من الحالات، حالات فريدة مصابة بالفيروس من النوع الثاني HIV2. هذا العرض سنركز فيه على HIV2 النوع الثاني من أجل الوقت. وبحسب قاعدة البيانات قمنا بتصميم أبحاثنا المتعلقة بالـ HIV ليكون فيها ثلاثة أعمدة: أولاً أبحاث العلوم الأساسية، وذلك طبعاً شيء ممتع القيام به ويدار من قبل الطلاب أنفسهم. وفي العلوم الأساسية يجب أن يكون لديك الجرأة لذلك، لأنه المنتج
لن يكون مشاهدا أو ظاهرا إلا بعد سنوات، ولكنه يستحق العناء والجهد لأنه سيكون له أثر على الممارسات السريرة. ومن ثم لدينا الأبحاث والتطوير، ونحن ساعدنا المستشفى على إنشاء مجموعة من المرافق للتشخيص ورعاية المرضى. سأعرض عليكم أحد المشاريع التي عملنا عليها من أجل أن تدركوا ما أقول. أخيرا وليس آخرا، ركزنا على الأبحاث السريرية والمتعدية. فلنتحدث عن أبحاث العلوم الأساسية التي قمنا بها. إذا ما عدنا إلى هذه الشريحة التي تحدثنا فيها عن النوع الثاني من الفيروس HIV2، والذي قابلية الانتقال فيه منخفضة، وجينوم الفيروس فيه جين إضافي واحد كما أشرنا. في الحقيقة هذا الأمر جذب الكثير من العلماء من مختلف أنحاء العالم للـ HIV2، لأنه لو ركزنا على هذا الفيروس الثاني وإذا ما فهمنا طبيعته الممرضة، فإنه نستطيع أن نساهم في تطوير استراتيجية علاجية جديدة أو ربما علاج جديد، لأنه نريد أن نعرف لماذا هذا الفيروس يبقى في معدلات تكاثر محدودة جدا، ولماذا النظام المناعي يتعامل بشكل أفضل مع هذا الفيروس من الفيروس الآخر. فمعظم الأبحاث التي نفذت في مختلف أنحاء العالم، كما تحدثت مع الدكتور فابيان هنا، هو عمل على محاكاة للـ HIV2 والتي هي SIV تسمى. فمعظم المجتمع العلمي ركز على SIV من أجل الإجابة على هذا السؤال. ففريقي ما قاموا به هو أنهم قاموا بزراعة أو باستنساخ هذا الجين من الـ HIV إلى المرضى، وقمنا بدراسة كل الردود الفعل الخلوية والمناعية المتعلقة بهذا التفاعل، ووجدنا أنه بعض HIV والذي هو عنصر تسجيل هذه بروتينات في الخلايا موجودة، بالإمكان أن تستخدم كمستهدفات كأهداف. وأثبتنا أنه الـ VBX يناهض الـ HIV من خلال هذا البروتين. فتخيل كما ذكرت سابقا، عندما يكون لدينا هذه الأدوية المضادة للفيروسات، الفيروس تحدث فيه تحورات مع مرور الزمن لمواجهة هذه الأدوية. فإن كان هناك بروتين في الخلايا يناهض هذا الفيروس، فإنه نظريا الفيروس لن يتحور. المنتج نشر في تقارير علمية في 2021، وهذه طالبة ماجستير قامت بهذا العمل. لدينا تعاون مشترك مع جامعة نيويورك وبرنامج NIH AIDS، وقد أشرنا في التقرير أنه الـ VPX يمكن أن يكون عنصرا هاما في علاج الـ HIV. القصة لا تتوقف هنا. فزملاءنا في بوسطن تذكروا أنني لم أتحدث عن الـ Elite Controllers. الـ Elite Controllers هم مرضى HIV-1 الذين لديهم الفيروس، ولكنهم أبقوا الفيروس في أجسامهم على مستويات منخفضة، أقل قدرة على الانتقال بدون أي علاج. لا ندري لماذا، ولكن هذه حالات قليلة جدا، ونسميهم الإليت كنترولرز. ووجدت هذه المجموعة في بوسطن أنه هؤلاء الأشخاص الإليت كنترولرز يمكن أن يبقوا الفيروس في هذا المسار الخلوي. فالفريق قرر أن يتحقق مما نشرناه أكثر، بأن ننظر في هذا المسار لسام HD1 وهذه الدورة. فلدينا بيانات أولية، وهذا يدعم النتيجة التي توصلنا إليها، أنه سام HD1 وDNTB ممكن أن تكون مستهدفة كعلاج للعلاج. والقصة لا تتوقف هنا، لأنه كل طرق تؤدي إلى روما. أندي أندرسون في 2019 نشر بيانات رائعة عن الكروكومين، والتي هي عشبة منخرطة في هذا المسار، والتي
تهاجم الفيروس، فالكركمين ممكن أن ننظر فيه من خلال تأثيراته على مسار الفيروس وتحوره. العلم جاذب دائما، وعندما تضع هذه الخرائط، هذه الخرائط تساعدك على التفكير وعلى التحليل. الجزء المتعلق بالأبحاث والتطوير، في أبحاثنا الخاصة بالـ HIV قمنا بتحضير الترتيبات التشخيصية، والشيء الذي يشدني هنا هو مسألة داد الفكرة عن الحمل الفيروسي للنوع الثاني HIV2. كما ذكرت أنه هناك ندرة هنا في تشخيص الفيروس، ونحن بحاجة إلى هذه المعدات من أجل أن نشخص الفيروس وأن نرى كيف يستجيب المرضى للعلاج، هل يستجيبون للعلاج أم لا. فالأمر مهم، لأنه على الأشخاص يريدون أن يعيشوا حياتهم الطبيعية وأن يتزوجوا وأن ينجبوا أطفالا، فقمنا بذلك للحمل الفيروسي، التعرف عليه. وصراحة الفريق كله، ليس أنا فقط، كان لديهم شعور لا أستطيع أن أصفه. عندما نستخدم هذه النتائج للرعاية بالمرضى كان شعورا رائعا. وما قمنا به هو أننا استخدمنا الجيل الثالث من PCR، وانتقلنا من الجيل الثاني والذي هو Real-Time PCR إلى Absolute Quantification، إلى التقييم الكمي المطلق، وهذا حساس جدا. أخيرا وليس آخرا، أريد أن أعرض عليكم المسألة المتعلقة بالتوعية بالـ HIV من أجل أن نوقف هذا المرض وهذا الوباء. المجتمع يجب أن يعرف أكثر عن المرض وعن الفيروس من أجل أن نقي منه. وعندما نغير الانطباعات السائدة حول المرض، عندئذ نستطيع أن نوقف انتقال الفيروس. فنحن أردنا، لأنه لدينا منظمة غير حكومية، منظمة غير ربحية خيرية لدعم النساء المتعايشات مع فيروس الإيدز أو فيروس HIV، أردنا أن نبدأ حملة للتوعية بمخاطر الـ HIV على المستوى الوطني، وأردنا أن نقيم أولاً المعرفة والوعي بالـ HIV والإيدز في المجتمع. فقمنا بمسح شامل، قمنا بجمع حوالي 10,000 استمارة مسح من السكان عموماً من مختلف الشرائح السكانية إلى مقدمي الرعاية الصحية، من أجل أن يساعدنا ذلك في حملتنا للتوعية، لأنه الـ HIV هو قاتل صامت، فعلينا أن ننهي هذا الوباء وننهيه من خلال التوعية والمعرفة. للأسف أنه البيانات التي ظهرت لنا، طبعا هذه الأبحاث ستكون متاحة لكم جميعا، درجة المعرفة والوعي بالـ HIV والإيدز منخفضة نسبيا في السكان، في أوساط السكان، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص، وهذا شيء مقلق. هذه قنبلة موقوتة، فإذا لم نتصرف الآن فستكون جائحة وليست وباء في المنطقة. أخيرا أريد أن أنهي بالقول أنه لدينا أبحاث رائعة، ليس فقط في مستشفى الملك فيصل وفي المنطقة وعالميا. نرى أن هناك أخبار مثيرة فيما يتعلق بالتوصل إلى علاجات وغير ذلك، لكن من أجل أن ننهي هذا المرض وهذا الوباء، علينا أن نتضافر في جهودنا، وأن يكون لدينا أفكار إبداعية وابتكارية، وأن نفكر خارج المربع، وأن يكون لدينا التمويل المناسب والتعاون المناسب، لأنه إيجاد العلاج يتطلب الإبداع والابتكار والتعاون وقدرا كبيرا من التمويل. وشكرا لإنصاتكم. شكرا لك دكتورة مها، كان ذلك حديثا رائعا وملهما. شكرا لكل شيء. سنفتح الباب الآن للأسئلة من الجمهور. هناك ميكروفونان على جانبي القاعة، يرجى أن تأتي إلى الميكروفون أو تأتينا إلى الميكروفون وتطرح السؤال مباشرة. تفضلي.
شكرا لحديثكم، وأنا مسرورة أن هناك معلومات أكثر موجودة الآن حول هذا المرض. كما شاهدنا مع كوفيد هناك العديد من التحورات والطفرات في هذا الفيروس، ومما أراه البي سي آر بالإمكان أن يكتشف أنواع مختلفة من الفيروس. لماذا للإتش آي في نحتاج إلى عدة مختلفة من الإتش آي في 1؟ الحمل الفيروسي للإتش آي في 1 يستهدف منطقة معينة، بينما الإتش آي في 2 يستهدف إن تي آر وجينات أخرى من أجل التأكد من أنه HIV2. فعادة عندما نفحص الفحص الأولي يكون فحص الأمصال سيرولوجي، بحيث أنه عندما يكون هناك استجابة مناعية يتم إنتاج أجسام مضادة، ولكن لا نعرف الأجسام المضادة هذه هل هي HIV1 أو 2. فمن خلال البي سي آر نستطيع أن نتأكد هل هو HIV1 أو 2 ونتوصل إلى هكذا استنتاج. اسمي ألكسندر، ولدي سؤال حول هل هناك أي أبحاث حول اللقاحات mRNA الجديدة لاحتمالية استخدامها لكل أنواع الفيروسات HIV1 و2. سؤال وجيه، قدر علمي لقاحات mRNA هي يتم حاليا تجربة سريرية من قبل موديرنا، ولكن للأسف أنه القطاع الصناعات الصيدلانية وشركات الأدوية لا تولي الأهمية الكبرى للحالات النادرة، لأنه ليس هناك ربح فيها. فيجب أن تمول هذه الأبحاث من خلال المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية. شكرا لهذه الإجابة. لدي سؤال آخر حول توفر البيانات الطبية لهذه الحالات. أنا معني بتعلم الآلات، ومعظم زملائي يحصلون على البيانات عموما فيما يتعلق بالصحة. هناك صعوبة في الحصول على البيانات وربما غير ممكن بسبب تبعات ذلك، مثلا تبعات الحصول على البيانات للتواريخ الصحية للأشخاص. فهل هناك جهود لوضع قاعدة بيانات عامة في المملكة العربية السعودية من أجل وأن نبعد البيانات الشخصية منها ونتركها قاعدة بيانات عامة؟ هذا في الحقيقة سؤال رائع، ولكن ربما أنا لست الشخص المناسب للإجابة على ذلك. ربما وزارة الصحة، وأنا أفترض أنه وزارة الصحة تعمل على هذا الهدف. كارولاين، شكرا لحديثك، حيث أنك جزء من الأبحاث المتعلقة بالمضيفين. هل قمتم بعمل HIV تايبين للمرضى؟ وطبعا في المملكة العربية السعودية هناك نوع مختلفة من HIV، هل لاحظتم ذلك في دراساتكم؟ هذا سؤال وجيه. أحد الاختبارات التي نجريها عندما يكون لدينا نوع مقاوم نقوم بعمل HLA، لأنه هناك ربط بين HLA والمقاومة للفيروس، فذلك يسمى P57O4. فقد تم الإبلاغ عن ذلك. وبالنسبة للإليت كنترولرز يتم ربط المسار المرضي فيهم بطفرة معينة في HLA-B5706 أعتقد. فنعم، فهل شاهدتم هذا في مرضاكم؟ نعم، نحن نقوم بتحديد أنواع HLA لكل مريض نعمل على فحصه. شكرا لحديثك اليوم، كان حديثا رائعا. ولدي سؤالا، أنت ذكرت أنه هدف الأمم المتحدة 2030 هو التخلص من الإيدز، فسؤالي هل اقتربنا من ذلك؟ هل هذا هدف واقعي؟ والسؤال الثاني، تحدثت عن التمويل، موديرنا تعمل على وضع لقاح، لكن ربما الربحية هنا HIV يؤثر على الدول الأفقر في العالم في أفريقيا، ف
واقعيا لا أعتقد أنه سيكون هناك علاج للفيروس في 2030. نحن اقتربنا إلى من 2030 وليس هناك اختراق كبير في إعداد لقاحات أو علاجات للفيروس. البعض منكم ربما يسأل لماذا ليس لدينا لقاح للـ HIV بينما حصلنا على لقاح سريع لكوفيد 19. في الحقيقة أنه فيروس الـ HIV مختلف عن الكوفيد، لأنه فيروس الـ HIV فيه الكثير من الأنواع والأنواع الفرعية مقارنة بكوفيد. الشيء الثاني أنه أتيحت فرص تمويل كبيرة ودعم حكومي لصناعة لقاحات لكوفيد مقارنة بالـ HIV، وكذلك التجارب السريرية التي تتم للـ HIV أصعب عندما نقارن الأرقام. عندما نريد أن نأخذ متطوعين لتجارب سريرية لكوفيد هناك الملايين، لكن للـ HIV هناك صعوبة. مجددا هناك طريقة جديدة لمعالجة العدوى في الدول الفقيرة مثل سيبي. هناك صندوق من قبل النرويج أنشئ للأمراض المهملة في الدول الفقيرة التي لا تستطيع أن تقوم بدفع تكاليف الأبحاث وتطوير اللقاحات، فنحن بحاجة إلى دعم هكذا مبادرات. شكرا لحديثك اليوم. لدي سؤالان. السؤال الأول، الوصمة المصاحبة للإيدز، هل هي سبب أنه ليس لدينا قاعدة بيانات قوية في المملكة؟ وثانيا، أنت سميته وباء، هل هو وباء؟ هل ممكن أن نطلق عليه اسم وباء أو صفة وباء؟ هذا سؤال رائع. بداية فيما يتعلق بالوصمة المصاحبة للإيدز، نعم، بسبب هذه الوصمة والشعور بالعار ليس لدينا حملات توعية. وبسبب أنه ليس لدينا حملات توعية، فإن المعرفة بكيفية انتقال الفيروس وكيف يستطيع الناس أن يعيشون مع الفيروس مع HIV مثله مثل أي مرض مزمن آخر مثل السكري، هذا هو سبب نقص المعلومات والوعي، وذلك يزيد من معدل انتشار الفيروس في المجتمع. لكن لو لم يكن لدينا هذه الوصمة ممكن أن نتخلص من الـ HIV. لو نظرنا إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، أفريقيا حيث نشأ الـ HIV الفيروس هناك صفر حالات مبلغ عنها في السنة. لماذا؟ وهي دول فقيرة وقد نشأ أو ظهر الإيدز هناك، لكن بسبب حملات التوعية التي تمت في أفريقيا من قبل منظمة الصحة العالمية والحكومات، تم الناس أصبح لديهم وعي أكبر بالمرض وتمت الوقاية من المرض. لكن في حالتنا نحن نجد أن الوعي منخفض جدا حسب المسوحات التي قمنا بها، والناس متعطشون للمعلومات وللمعرفة ويريدون أن يحصلوا عليها. فعندما نوصل المعلومات والتوعية للناس نستطيع أن نحول دون انتشار المرض. عندما بدأنا أبحاثنا للمرض نحن في مستشفى الملك فيصل، نحن رعاية ثانوية أو متقدمة، لسنا معنيين برعاية مرضى فيروس الإيدز أو HIV. فالعيادات والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات المنتشرة في المملكة تقدم الرعاية والعلاج لكل الحالات مجانا في مختلف أنحاء المملكة للمواطنين والمقيمين. نحن تصل إلينا الحالات المعقدة، وكنا نشاهد حالة أو حالتين في الشهر، الآن زادت الحالات لدينا وهذه قنبلة موقودة، وسيكون هذا المرض وباء في المنطقة إن لم نزد جهودنا. فيما يتعلق بالمختبرات والأبحاث، لا يمكن تنفيذ أبحاث جيدة وإيجاد العلاج بدون التعاون وبدون مختبرات حديثة. شكرا لك دكتورة مها. لدي سؤال يتعلق بالأبحاث في المملكة العربية السعودية، الأبحاث الطبية. مستشفى الملك فيصل قاموا بعمل رائع، ومركزكم نشأ في 2013. مؤخرا كان هناك حديث عن إنشاء ما يناظر NIH، فأتساءل كيف ترون التغييرات الحالية فيما يتعلق بالحصول على التمويل؟
صراحة أنه معظم التمويل الذي أتى في البداية كان من الضرائب عندما بدأنا في حصلنا على التمويل من المستشفى وكانوا معنيين كانوا يركزون على المرض في المرضى الذين تم نقل أعضاء لهم في هذه المرحلة الآن في السنة الماضية لأنه كامل القطاع الصحي في البلد يتحول ويتغير فلدينا هيئة تسمى هيئة الأبحاث والتطوير وسوف يضع استراتيجيات للأبحاث والتمويل كيف ستكون الآلية؟ لا أدري حتى الآن لست منخرطة في ذلك ولكن آمل أن يزداد التمويل لهكذا أبحاث. بقي لدينا سؤال وقت لسؤال واحد. شكرا لهذا العرض. لدي سؤال فيما يتعلق بالعلاج الفيروس هذا النوع من الفيروسات عندما بدأ رأينا أنه لا يمكن علاجه فهي لعبة مطاردة للفيروس وعندما يدخل الفيروس المسألة مسألة وقت حتى يتطور الإيدز لدى المريض فكيف ترون العلاجات الحالية هل هي مختلفة عن علاجات الفيروسات السائدة وهل ستكون مسار لمواجهة الفيروس هذا سؤال رائع شكرا لك هذه خطوات صغيرة نحو إيجاد هدف جديد للأدوية لكن له مستقبل لأنه كما ذكرت افتراضيا أو نظريا لو استخدمنا العوامل المناعية التي هي داخل الجسم فإن ذلك يصعب تحور الفيروس مقارنة بالأدوية فنفترض أنه سيكون لذلك مساعدة كبيرة في الحد من نشاط الفيروس وستكون هذه الخطوة التالية إن شاء الله شكرا دكتورة مها لهذه المحاضرة سؤالي حول استراتيجية العلاج التي تستهدفونها لأنه النوع الثاني من الفيروس HIV2 فيه جين VPX فربما هذا هو السبب أنه معدلات العدوى منخفضة فيه فكنت أتساءل هل لديكم استراتيجية لمعالجة HIV1 النوع الأول من الفيروس قبل HIV2 بحيث أنه نستهدف معدل التكاثر في الفيروس أم أنه من الأجدى التركيز على النوع الثاني من الفيروس أريد أن أبدأ بشكركم جميعا في الحقيقة أنا حاولت أن أجعل العرض خفيفا وقصيرا قدر المستطاع ولا أدخل في التفاصيل العلمية ولكن يبدو أنكم أذكياء جدا فأنتم تسألون أسئلة رائعة فيما يتعلق بجين VPX لأنني ذكرت أن الفيروس أو جين VPX يوجد فقط في النوع الثاني من الفيروس HIV2 وليس الأول فنحن أظهرنا أنه VPX يتفاعل مع HDM1 ومنذ ذلك الحين قررنا أن نقوم بعمل محاكاة كما تم من قبل العلماء الآخرين أردنا أن نعرف التفاعل الحقيقي لأنه الدكتور فابيان يعرف أنه عندما نقوم بتطوير اللقاحات والعلاجات وأهداف المستهدفات الأدوية عندما قمنا بالتجارب في القرود لم تسر الأمور كما هي في البشر فربما أنه VPX هنا وهناك مختلف وفي القرود لم يكن هذا هو الحال اختلفت الأمور عندما طبقنا التجارب على البشر فنعم بالإمكان على البشر أن يكون هناك مستقبل لهذه الطريقة لأننا نستخدم VPX شكرا لهذه الأسئلة وشكرا لك الدكتورة مها أبحاثكم في الحقيقة تجسد موضوع برنامجنا لهذا العام وهو الدفع بحواف العلم والبحث في هذا المجال نشكر الدكتورة مها المزيني لتواجدها معنا اليوم